طب الصورة دي باني وايز انت بتحب فيه ايه؟ لا يعني هو اللي ما يعرفش الشخصية دي، ده فيلم رعب يا جماعة. الشخصية دي يعني شخصية من شخصيات أفلام الرعب في هوليوود، ولسه في جزء، يعني الجزء الثاني من فيلم تشابتر 1، وشابتر سوري 2 ات كان هو تشابتر 2 اللي نازل في السينما، الجزء الثاني بتاعه. فده كان بطل الفيلم وشخصية شريرة جدا. بالظبط. ايه اللي خلاك بقى صعب قوي ترسمها؟ يعني انا شدني طبعا، يعني الفيلم يعني اول حاجه شدتني في الصوره اللي هي التفاصيل. يعني انا قلت تفاصيل، انا حبيت لو حاجه حضرتك لاحظت في الرسمه دي، انا حبيت ادخل عنصر الالوان فيها. فقلت لما اجرب، ان انا ما حبيتش ان انا دايما في غالبيه كل رسوماتي كنت دايما برسم بال يعني سواء على خلفيه بيضاء، خلفيه بيضاء او خلفيه سودا، مش بدخل عنصر الالوان. فقلت المره دي ايه، طب ما انا ايه اضيف، يعني الرسمه مساعداني، حسستني ان انا ممكن لو ضفت عنصر الوان هتديني يعني شكل احسن او اضافه جديده عكس التقليد. فحبيت، وفي نفس الوقت كانت الاضاءه والتصوير بتاع البوستر يعني بتاع الفيلم كانت شدني جدا، وفي نفس الوقت التفاصيل بتاعتها كانت يعني كتيره. وفي نفس الوقت قلت الشعر ده، قلت لما اضيفه احط له الالوان. يا اسلام، الصوره دي صعبه جدا بالنسبه لي. يعني انا شايف كده كصوره عاديه يا جماعه، يعني صوره متكامله قدامنا بصير. شايفينها واضحه. لا انا شايف ان هي صعبه جدا كانك ترسمها يعني. وكمان انت قلت ان الموضوع اصعب شويه لو انت الخلفيه بتاعت الرسم عندك لو سودا. السودا لان فعلا لما انا برسم، لان انت بتبدا يعني معاك الابيض، فصعب في الغلط شويه. بالظبط. يعني يعني في نفس الوقت انا فقط ممكن بنسى، يعني في البدايات بالذات، يعني انا في الاول كنت ممكن بنسى ان انا برسم على الخلفيه سودا، الاقي نفسي ان انا رسمت على خلفيه ايه بيضاء. وانه صعب ان انت لازم لو بديت على خلفيه سودا لازم تمشي بنفس النمط اللي هو من مناطق الفاتحه لمناطق الغامقه، لكن لو على الخلفيه البيضاء لازم امشي من زي ما قلت حجم مناطق الغامقه العكس. العكس.